يا صباح الفل من جديد، انت هو نفس صباحكم ومطرحك على راديو 90 ومعكم احمد يونس. وبرجك في درجك بيقول لك ايه الجدي، بلاش ننكش ونكشف المشاكل والخناقات علشان احنا اللي بنزعل في الاخر. يا دلو، يعني انا اي نعم انا دلو، انا برج الدلو، عندك رغبه شديده في التغيير الفتره دي ومحتاج ده، ربنا يستر. الحوت مش معنى انك ما بتخافش من الحسد انك تفضل تتمنظر. يا سيدي مش هقول لك حسد، يا سيدي هقول لك خاف على حاجتك، فارمل. الحمل فيه مفاجآت حلوه في الطريق اليك، حلو ده. الطور فيه خبر حلو جاي النهارده او مكالمه حلوه، طب لو ما جاش نعملها احنا، نكلم حد تفرحه، ايه المشكله يعني يا عم الطور. الجوزاء بقالك او بقالك فتره في دور القموصه كده بنتمس بسرعه، طب ايه مش نهدى نفرفش شويه. السرطان مهتم قوي بمجال العمل او الدراسه حسب السن يعني، ومركز فيه، وده حلو جدا لان ده مش العادي بتاعنا. الاسد حافظ على نظرتك القويه المتفائله لكل حاجه، وما تخليش الناس اللي حواليك تغيرها. اما العذراء فمحتاج شويه هدوء وسلام نفسي الفتره دي لان حواليك حوارات ومشاكل كتير مأثرين على مودك. اما الميزان فحاول تفكر في خطط بديله دايما علشان انت محتاج كل شويه يبقى في خطه بديله وتغييرات وشويه حاجات كده وشويه مرونه عشان نتقبل البديل. والعقرب لما بتتعصب بنعك الدنيا. مفيش كلام بعد كده يا عم العقرب. القوس اخيرا عندنا صحاب كتير وبقالنا كتير بعدين نفسنا عنهم، على فكره الناس دي حلوه وناس دي بتحبك جدا، والعزله مطلوبه بين الحين والاخر بس مش على طول، هنفطس كده. النهارده 11/5 مواليد 11 مايو، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد. كل سنه وانتم طيبين، ايامكم سعيده. شخصيه ناجحه عنده كاريزما، مختلف جدا، بيقعد في اي مكان يشد العين، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره بسهوله، مش صبور.